الراديو 90 90 هواها مصري. رجعنا معاكم مرة تانية وبنستعرض كل الأخبار اللي بتهم أحوال البلد وبتهم المواطن في حلقة الشكاوى النهاردة من حال بلدنا، من أخبار اللي بقى بتخص بعض السلع، هنقول بقى الخضروات والطماطم والبطاطس. كان وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو سيد يعني قال إن لجنة التقاوي بالوزارة اتخذت قرار بالإجماع بوقف استيراد صنف معين من بذور الطماطم، يعني هنتعرف عليه دلوقتي. وكمان خبر بيخص إلغاء بقى القرار الوزاري بتحديد موعد زمني لمنع تخزين البطاطس في الثلاجات، وكمان الانتهاء من إعداد الخريطة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر خلال 3 أسابيع. خلينا بقى المزيد من تفاصيل الخبرين الهامين دول بينضم لنا، بنتشرف بدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة. بنورنا يا دكتور في حال بلدنا وراديو 90 90. اهلا يا استاذ محمود، برحب بحضرتك وبالساده المستمعين. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني يمكن الطماطم والبطاطس هم كانوا يعني على هنقول بقى طاولة فعلا المصريين في الفترة اللي في الساحة، بس موضوع البذور والقرار ده هل مرتبط بموضوع الطماطم وغلو سعرها، وإيه هي نوع البذور دي وليه تم وقف استيرادها قبل ما ننتقل برضو في تخزين البطاطس والأمن الغذائي الخبر التاني اللي احنا قلناه؟ لا، هو طبعا بالنسبة لبذور الطماطم برضو عاوزين نوضح للمستمعين انه ما تم ايقاف استيراده هو صنف معين اللي هو تسبب في المشكلة الخاصة بزراعات الطماطم اللي كانت في بعض الأماكن زي وادي النطرون والنوبارية. لأن حضرتك تعلم طبعا، وأعتقد إن احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، إن المشكلة دي طبعا الناس اللي زرعت الطماطم من هذا الصنف، طبعا الطماطم أو المحصول أصيب بمرض فيروسي اللي هو مرض تجذيب والتفاف الأوراق، وعندما يصاب النبات بهذا المرض ما بيديش أي ثمر. فطبعا يعني حصلت خسائر كبيرة للمزارعين اللي هم زرعوا هذا الصنف. علشان كده احنا بسرعة اتحركنا، ولما تأكدنا من انه فعلا الصنف المنزرع هو ده الصنف ده اللي المزارعين اشتكوا منه لو 0.23، وقفنا استيراد هذا الصنف بالذات. يعني بالنسبة للأصناف التانية ما فيش مشكلة، وده الحقيقة مؤشر بقى لكل المستوردين انه خدوا بالكم، اي مشكلة احنا هنتحرك بسرعة، اي صنف هيكون يعني غير حقيقي بالنسبة للصفات اللي انتوا بتقولوا عليها احنا هنتحرك بسرعة، وفي اجراءات رادعة بالنسبة لهذا الموضوع. طيب لو انتقلنا بقى يعني عاوز اوضح لحضرتك انه كان الارتفاع بالنسبة لاسعار الطماطم، ارتفاع اسعار الطماطم الحقيقة كان مبالغ فيه، لان المساحات اللي تضررت من هذا الصنف ما كانتش مساحات كبيرة بحيث ان احنا نقول هي السبب في انه وتم استغلال بس الموضوع بشكل استغلال. برافو عليك. بعلاوة على ان كنا بين عروتين، يعني طبيعي المحصول قليل وبالتالي الاسعار ارتفعت بصورة غير مبررة، لكن دلوقتي العروة الجديدة نزلت والطماطم موجودة في السوق والاسعار نزلت ان شاء الله. ننتقل لموضوع بقى تخزين البطاطس وربطه بموضوع خريطة تحقيق الامن الغذائي في مصر. وطبعا حضرتك تعلم برضو انه سبب مشكلة البطاطس الكميات اللي كانت مخزنة في بعض الثلاجات وما كانش المفروض تتخزن كل هذه الكميات، وكان في قرار وزاري قبل كده انه منع تخزين البطاطس في الثلاجات بعد 2010. فطبعا ده عمل شح في الكميات المعروضة في السوق، وبالتالي قلت الكميات وبالتالي ارتفع السعر، علاوة على ان احنا برضو كنا بين عروتين، لان كانت الطماطم الموجودة في السوق هي البطاطس الموجودة في السوق هي البطاطس، لكن بدأت العروة الجديدة تنزل دلوقتي البطاطس المزروعة فوجي اللي بدأت تظهر في السوق، يمكن على اول 12 نص 12 ان شاء الله البطاطس المزروعة فوجي بحري تنزل ولقطات بعدها خالص بالنسبة للبطاطس ان شاء الله. بشكرك على التوضيح ده الهام جدا دكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزاره الزراعه، ودايما تكون موجود معانا ان شاء الله، ومشرفنا دايما في حال بلدنا وراديو 90 90. ربنا يخليك يا دكتور، شكرا جزيلا لحضرتك. لا. الوقت